ازيكم يا حبايب قلب جيجي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الطلب مني كتير قوي يا جيجي، اعملي لنا الكنافه بالمهلبيه. هعملها لكم بطريقه حلوه قوي قوي، هعملها لكم بكمان طريقه اقتصاديه تعجبكم قوي قوي قوي، تنفع لو اي ضيف جايلك على غفله. اول حاجه انا عايزاكي تشيلي عندك الكنافه في الفريزر. اول حاجه لما بنيجي نشتغل بيها وهي متجمده بتكون احسن، والتيست بتاعها كمان بيبقى اعلى. ماشي، دلوقتي انا معايا نص كيلو من الكنافه كده اهو زي ما انتم شايفين. تمام، كنت حطاه عندي في الفريزر. هننزل الكنافه كده اهو بالشكل ده. تمام كده اهو. بصي بقى، عايزه الكنافه وهي متجمده كده اهو نكسرها علشان تتحول معايا لفتافيت اكتر. بصي وهي متجمده بتبقى اسهل بكتير من وهي جايه فريش. بصي اهو بالشكل ده. تمام، هتتكسر معايا كده بسهوله اهي علشان تطلع معاكي احلى كنافه بالكريمه، تعجبك جدا زي بره، وهتبقى احلى كمان وهنعملها في البيت. ده كده اول تيست اللي هو ايه، ان الكنافه تقطعيها كده اهو بالشكل ده. بصي تفركيها كده بايدك على طول وهي متلجه، ما تسيبهاش تفك وبعد كده تكسريها، لا كسريها وهي متلجه، هتتكسر معاكي احسن وافضل. بصي ادتني النتيجه عامله ازاي، هكسرها بقى انا كده كلها وارجع لكم تاني عشان نشوف هنعمل مع بعض ايه. ايه دي النص كيلو كنافه اهو، بعد لما خلاص كده فتفتناه كده كويس قوي. معايا بقى دلوقتي ايه، معايا نص كوبايه من السمنه او الزبده بالشكل ده. لازم مش تسخنيها، تسيحيها بس، ان يعني هي تدفى بس تسيح معايا، مش عايزاها مكتله معايا، عايزاها تسيح بس كده اهو. تمام، وبنزل كده اهو على الكنافه بتاعتي، بسقي بقى الكنافه كده اهو بالسمنه. بصوا بقى، في ناس بتقول ان هي بتعمل الكنافه بتلاقي الكنافه نشفت معاها، يعني الكنافه بتلاقيها نشفت كده معاها في الفرن. هقول لك ليه، عشان بتحطي عليها سكر. في ناس بتحط مع الكنافه سكر وسمنه، السكر بيتحول في الفرن الكراميل فبيتكرمل فبينشف، لما بيتحط السكر بيسيح، فبعد لما بيسيح بينشف، فهو ده اللي بينشف معاكي الكنافه، ما بتفضلش طريه، بتبقى ناشفه. تقدري تحطي السكر ده لو انت عايزه الكنافه الناشفه، اللي هي الكنافه اللي هي بتتبرم، عارفينها اللي هي الكنافه اللي بتبقى من جوه في حشوه، بتجيبيها كده كنافه حبل، تقولي له عايزه كنافه حبل ما بتتقطعش بقى، بتسيبيها زي ما هي كده اهو، وبعدين بترشي عليها رشه سكر مع رشه سمنه، وبعدين بتحطي الحشوه بتاعتك، وبعد ما تحطي الحشوه تلفي تتلفي تلفي تلفي وتبرميها لحد لما تبقى معاكي زي الرول، وبعد كده اهو نسويها وبتتقطع بعد التسويه. هي دي للناس اللي هي بتاعت اللي بتحب الكنافه ناشفه، اللي هي الكنافه البرم اللي هي الحشو اللف دي. بس كده وكده خلاص انا غلفت كده الكنافه بتاعتي. هنبتدي بقى قبل ما نجيب الصينيه نعمل مع بعض الكريمه، هنعمل الكريمه وبعد كده بقى نيجي نفرد دي في الصينيه عشان هنحط الكريمه في النص. تعالوا بقى علشان هنعمل مع بعض الكريمه، هنعمل الكريمه بتاعتنا او المهلبيه اللي جوه الحشوه بتاعت الكنافه، هنعملها زي بتاعت المحلات بره وهقول لكم على الاسرار. اول حاجه لما بنيجي نعملها بتحس ان هي ملهاش طعم وتحس ان هي فيها نشا، دي اول حاجه. تاني حاجه بتشقق منك، تمام، كل الحاجات دي هتروح، هنعملها بطعم حلو مغذيه، طعمها في منتهى الجمال زي الكريمه بالظبط، كمان مش هتشقق منك خالص اول ما تعرفي السر اللي احنا هنحطه النهارده. تعالوا بقى اوريكم هنعمل ايه. معايا هنا اهو نص كيلو لبن حليب اهو بالشكل ده، اللبن كامل الدسم. اللبن يكون بارد خالص مش سخن خالص، دي اول حاجه. تاني حاجة النص كيلو بتاع اللبن اللي حطيناه ده هنحط عليه معلقتين كبار من النشا بالشكل ده، علشان انا عايزاها ما تبقاش خفيفة، انا عايزاها احس بالكريمة، سمك الكريمة. تمام، يبقى النص كيلو بياخد معلقتين مليانين على الاخر من النشا. تمام، هنحط ايه كمان، هحط معلقتين بس من السكر لان هي كده كده هتاخد شربات، بس السكر هيطعم معايا كمان. هنا معايا بقى ايه السر، معايا هنا اهو معلقتين كبار من الكريم جونتيه الخام، ادي اول سر.
تاني سر بقى اللي بيخليها ناعمه وما بتشققش، يبقى هنا الكريم جونتيه اللي هيخلي طعمها حلو. طيب اللي هيخليها بقى ما تشققش وتفضل ناعمه وكريمي، بصوا معلقه كبيره من الزبده او مكعب زبده بالشكل ده. تمام، هناخد الحاجات دي، احنا ما ولعناش النار، كل ده هندوبه كده مع بعض على البارد كويس قوي قوي قوي، ندخل المكونات كلها مع بعض، وبعد كده هنطلع على النار. ايدك فيها، ايدك ما تسيبهاش على النار بتاعت البوتاجاز، ايدك فيها علشان ما تكلكعش مني. هي السمك بتاعها يبقى تخين شويه، ايوه احنا عايزين سمكها يبقى تخين مش خفيفه زي المهلبيه اللي بناكلها، لا تبقى تقيله شويه علشان تحسي ان هو سمك كريمه. هطلع بقى بيها على النار تغلي بقى كده معايا غلوه، وتتمسك كده القوام بتاعها، وطبعا حته الزبده دي هتسيح، وبعد كده نرجع مع بعض بقى علشان نعمل مع بعض الحشوه، واوريكم ازاي تعملوها بالتقنيه بتاعت الحلوانيه بالظبط. يلا بينا، والابهار كله هنا، وهبهركم يعني هبهركم حبيب قلبي سيسي. اهو ده شكل كده الكريمه بتاعتنا بعد ما خلصت اهي. بصي عايزه اوريكي ده السمك بتاعها اللي انا عايزاه، تمام اهي لسه سخنه طبعا بالشكل ده. تمام هي كده تمام قوي. دي بقى كده مش هتشقق معاكي، ما تقلقيش خالص ولا اي حاجه، وتبقى طعمها كمان حلو جدا من الكريم جانتيه اللي احنا حطيناه الباودر اللي هو الخام. تعالوا بقى نعمل مع بعض بقى، نقفل مع بعض الصينيه بتاعت الكنافه بتاعتنا. يلا بينا. تعالوا بقى ادي الصينيه بتاعتنا اهي، دي صينيه الومنيوم مقاس 30، تمام عشان تبقوا عارفين انا عامله في مقاس ايه، في مقاس اصغر من كده 22، انا عامله النهارده في الصينيه اللي هي مقاس 30 دي. كمان عايزه اقول لكم على حاجه، انا دهنتها دهنه كده بالسمنه او بالزبده. طيب انا بقى بتسال دايما سؤال، طب يا جيجي لما بنيجي نشتري الكنافه او البسبوسه من بره بيقلبوها لنا، بتبقى موجوده في الطبق كده مقلوبه، واحنا لو جينا نقلب الصينيه بتتكسر معانا الكنافه او البسبوسه. انا هقول لك ان هم لما بيجوا يسووا بيسووا في صواني صغيره اللي هي مقاس 22 مش مقاس 30، دي اول حاجه. تاني حاجه بيدهنوا دهنه زيت، وبعد كده بيحطوا ورق اللي هو ورق زبده، تمام بيحط ورقه زبده ويقصقصوا كده الحروف، ويخلوا الورقه بتاعت الزبده على قد الصينيه، بحيث ان هم بعد ما بتستوي بيروحوا قلبين البتاعه بتتقلب، ويروحوا شايلين الصينيه، بتفضل ورقه الزبده هي اللي لازقه على الكنافه او على البسبوسه. بعد ما بتبرد بتتشد معاكي بكل سهوله، فبتتشد معاهم بكل سهوله، وبكده بتتقدم على طول في الاطباق. انما ما بتتقلبش الصينيه بيبقى فيه ورق زبده. انا بس حبيت ان انا ايه اقول لكم على المعلومه دي. تمام، الكنافه النص كيلو هتبقى كتير على مقاس ال 30، انا عارفه ان هي هتبقى كتير، بس انا عايزه اعملها عشان تبقى ايه واخده راحتها كده معايا، عشان ابقى ايه مورياكوا كده وتبقى مرتاحه كده اهو. دي كده الكنافه اللي احنا كسرناها خالص وخليناها فتفيت، وغلفناها بالزبده او السمنه من غير، هاكد تاني من غير سكر، ما تحطيش سكر. تمام ادي الطبقه اللي انا حطيتها كده من تحت كده اهو، الطبقه دي بقى ادوس كده عليها بقلب جامد كده اهو، بصي جامد كده اهو، دوسي كده جامد بالشكل ده اهي. تمام كده خلاص كده دوسنا كويس، ننزل بقى دلوقتي بالكريمه بتاعتنا او المهلبيه. انضف ايدي بس كده اهو. تمام قوي، بص بقى معايا اهي الكريمه بتاعتي، هبتدي انزل كده اهو بيها، وما تسيبهاش تبرد عشان ما ايه ما تجمدش معاكي، خليها كده سخنه. بصي انا هوزعها كده اهو، بس من الحروف، من الحروف، مش عايزه احط مهلبيه في الحروف. ليه؟ هقول لك ليه، علشان لو حطيت المهلبيه من الحروف هتتحرق معاكي. خلي المهلبيه كده اهو، يعني ايه متوزعه كده اهو، بس الحرف القوي بلاش منه. بصي الكريمه ناعمه معايا ازاي، شايفين سلسه وناعمه جميله ازاي اهو بالشكل ده، مش عايزاها بس توصل معايا ايه للحروف قوي، عايزه بس كده اوزعها. عايزه اقول لكم كمان الكريمه لما احنا عملناها حطينا قطعه زبده، لو ما فيش زبده هتقولي لي ينفع سمنه، هقول لك لا ما ينفعش سمنه. طيب لو انا ما عنديش زبده احط ايه يا جيجي؟ هتحطي قشطه، عارفه قشطه اللبن، القشطه اللي بتحوشيها بتاعت وش اللبن دي، لو عندك حطي منها
بس كده حلو قوي التوزيع ده، تمام كده اهو. بصي بقى كمان لو عايزه تحطي تضيفي مكسرات مع المهلبيه، ضيفي مكسرات هتعزز معاكي وهتديكي طعم حلو قوي برضو، فما فيش مشكله خالص للمكسرات. طيب اقدر احط فاكهه؟ لا ما تقدريش تحطي فاكهه، انما ممكن تحطي لو عندك بلح، عارفين البلح اللي هو التمر ده اللي هو الطري ده اللي لما بنفطر عليه في رمضان ده، عارفينه الطري ده، تجيبيه وتحطيه كده فوق المهلبيه وتعمليه يبقى حلو قوي، او مكسرات. الفاكهه لو دخلت الفرن هتدبل، انما البلح لو دخل الفرن هيطرى معايا وهيبقى طعمه حلو. بصي بقى انا بعمل ايه، بوزع الكنافه بتاعتي فوق المهلبيه عشان اغطي بيها المهلبيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وما تدوسيش قوي علشان ما تبوظش معاكي من الناحيه التانيه. مولعين الفرن دلوقتي على درجه حراره كام؟ على درجه حراره 200. الكنافه هتخش معايا على درجه حراره 200، هتخش قد ايه؟ بتقعد معاكي 20 دقيقه، تمام مش اكتر من كده. بس اخر حاجه بقى بتفتحي لها الشوايه عشان تاخد معاكي لون من فوق بالشكل ده، خلاص كده تمام قوي، ومش هنحط لها اي حاجه تاني، خلاص كده اهو. بس انا ايه لو في اي حته من الكريمه باينه ابتدي ان انا ايه اغطيها كده اهو، وهندخلها الفرن. عايزه اعمل معاك كل شربات عشان ايه، في ناس كتير ما بيظبطش معاها الشربات. عايزه اقول لك شربات الكنافه بيبقى عامل ازاي، تعالوا بقى وهي في الفرن نعمل مع بعض الشربات، يلا بينا. تعالوا بقى اوريكم الشربات بتاعنا هنعمله ازاي. بصي معانا هنا اهو كوبايتين مليانين من السكر، ادي كوبايه وهعاير نفس الكوبايه كوبايه تاني اهو، يبقى ادي كوبايتين مليانين من السكر عليهم نفس الكوبايه نفسها هي مليانه ميه بالشكل ده، تمام. بصي بقى مش هنضيف اي حاجه دلوقتي خالص، هنعمل ايه؟ كل اللي هنعمله ان احنا بصي هندوب السكر ده، تمام. جبنا كده معلقه علشان ندوب السكر، حاولي على قد ما تقدري تدوبي السكر علشان اللي بيخلي العسل بتاعك يسكر ان انتي ما بتدوبيش السكر قبل ما تطلعيه على النار. لازم ندوب السكر كويس قوي قوي قوي، وهو ده اللي مش بيخليه يسكر. دي اول حاجة. تاني حاجة، اول ما هنرفعه على النار هنحطه يغلي معايا غلوة واحدة بس، وبعد كده هعصر عصرة ليمونة. وبعد ما هعصر عصرة ليمونة هبص في الساعة لمدة 5 دقايق بالظبط، يعني كل الحكاية ان هما يقعدوا على النار 6 دقايق. اول دقيقة اللي هي اول غلوة هبتدي ان انا اعصر عصرة ليمونة، عصرة صغيرة قوي ما تزوديش عشان بيمرر. وبعد 5 دقايق بالظبط هتروحي طافية النار، مش عايزة اكتر من 5 دقايق. على نار قد ايه؟ على نار متوسطة، مش نار عالية ومش نار هادية، نار متوسطة، يعني العين اللي هي عندك متوسطة هتولعي عليه. وبعد كده هو اخر حاجة لما تيجي تطفي عليه هتحطي ذرة صغيرة من الفانيليا او من السمنة البلدي، يا اما رشة فانيليا يا اما رشة صغيرة كده هو من السمنة البلدي، بس مش اكتر ولا اقل، دي طعم. وبعدين بتسيبيه يبرد خالص، وبعد كده تسقي بيه الحلويات الشرقي. زي ايه الحلويات الشرقي؟ زي الكنافة، زي بلح الشام، زي صوابع زينب، زي الجلاش، البسبوسة. الشربات بتاعها خفيف خالص زي المية، هبقى اعمله معاكو. هدوب انا بقى واطلع على النار وكده. انا خلاص كده حكيت لكم حكاية الشربات، مفيش اكتر ولا اقل. اخلص بقى خالص وبعد كده اوريكم كمان المفروض يبقى السمك بتاعه عامل ازاي قبل ما نسقي بيه، تمام. ادي الكنافه بتاعتنا الجميله اهي بعد ما طلعت معانا اهي بالشكل الحلو ده، بس طبعا سخنه جدا. وادي الشربات بتاعنا اهو، تمام بالشكل ده. تعالوا بقى نسقي بقى كده الكنافه بتاعتنا ونقول بسم الله اهو. بص كده اهو اهو، تمام. وطبعا الشربات على يعني ايه
تحطي النسبة اللي انت عايزاها. يعني بتحبي بقى الشربات عامل ازاي، كتير قليل، دي بقى اللي انت ايه بتتحكمي فيها. هقطع لكم كمان كده حتة من جوه عشان اوريكم كده شكلها عامل ازاي. وده الشربات كده بتاعنا بالشكل ده وبالسمك الجميل ده، ما تخلوش تقيل يبقى عامل زي العجين، وما تخلوش ميه، هو كده السمك بتاعه متماسك وحلو وجميل قوي. تمام كده. وطبعا انت تقدري تحطي الكميه اللي انت عايزاها. ماشي اهي، تعالوا بقى نقطع كده منها حته كده حلوه واوريكم. بصوا بقى الكنافه بتاعتنا كمان قلبتها اهي. طبعا انا ايه بعرف انا بقلبها ازاي، اللي ما يعرفش يحط ورق زبده. تمام، شايفين الكريمه، شايفين عامله ازاي، تاكل سخنه كده حاجه بقى روعه. وعملناها من ايه، من شويه لبن كده عندنا في البيت، وساده خالص ما فيهاش مكسرات. تعالوا بقى كده نقطع مع بعض كده حته ونقول بسم الله. بصي الكنافه طريه وجميله معايا ازاي، شايفين مش ناشفه مش قاسيه، شايفين. تعالوا بقى كده نطلع مع بعض كده حته اهي. شايفين الطراوه بتاعتها حلوه قوي ازاي، شايفين الكريمه اهي. بصوا شكلها، بصوا شكل الكريمه من جوه عامل ازاي. بصي كريمه كريمه، مش مهلبيه تخينه، لا كريمه. تعالوا بقى كده عن قريب، بصوا لونها كمان حلو قوي معانا ازاي، شايفين اللون بتاعها، شايفين الكريمه بتبص ازاي اهي. بصي شايفين الكريمه بتاعتها. تعالوا كمان بقى ندوق كده ونقول بسم الله اهي. حلوه جدا بس سخنه قوي على فكره. بس بصوا الكريمه بتاعتها، شايفين عامله ازاي. انا كده قلت لكم على كل التفاصيل، ما تتاكلش غير سخنه في الشتا دي، بقى حلوه بجد. تسلم ايدك يا جيجي، حلوه. يا رب كده بقى الفيديو النهارده بتاعي يكون عجبكم ويكون كمان نال رضاكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش احلى لايك لاحلى جيجي، وان شاء الله باذن الله هبهركم، يعني هبهركم حبايب قلبي جيجي بكل الاسرار بتاعت كل المطاعم وبتاعت كل الحلوانيه وبتاعت كل حاجه، واي اسرار بعرفها هقولها لكم على طول، لان انتوا حبايب قلبي جيجي. واشوفكم في فيديو جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي. وباي باي حبايب قلبي جيجي، هاخد دي واروح اجري لانها حلوه جدا. يلا باي باي.